اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، معاكم من منطقه المشجعين او الفان زون في محيط استاد هزاع بن زايد هنا في مدينه العين من الامارات العربيه الشقيقه على طريق تنظيم البطولات الكبرى. خلونا نشوف منطقه المشجعين في استاد هزاع بن زايد، يلا بينا. زي ما انت شايف الاجواء ما شاء الله احتفاليه للغايه بوجود المنتخب المصري مع الزامبي. ان شاء الله احنا هنا في مدينه العيب بنستضيف المنتخب المصري، وهنا في احتفاليه بنستقبل الجمهور، في تنس طاوله عندنا، في عندنا بلاي ستيشن 5، في عندنا كره قدم، تمام، وفي فعاليات زي ما انت شايف الفرق. كل ده بيكون بشكل مجاني للجمهور، مجاني للجمهور، متاح له في اي وقت وفي اي مكان، يتفضل بس عندنا بكل ادب واحترام بيلعب وياخد وقته لحد ما المباراه تبدا ان شاء الله، وينزل يستمتع بالمباراه. قول لي احسن الالعاب اللي انت بتحبها هنا انت والاسره. والله دي حاجه مش جديده على ملعب هزاع، دايما بنحضر ماتشات هنا، وكنا بنحضر للاهلي هنا، ويعني بيهتموا بكل حاجه، حتى يعني في مناطق العاب للاطفال بيجوا يلعبوا هنا، في الالعاب هنا البينج بونج طبعا العشق بالنسبه لي البينج بونج، وبصراحه بنستمتع دايما هنا باي ماتش موجود في الامارات. قول لي بقى اكتر لعبه ايه بتحبيها؟ بلاي ستيشن ولا كوره ولا بينج بونج؟ بلاي ستيشن. مين اكتر لعيب في منتخب مصر بتحبيه؟ محمد صلاح. كلمني بقى عن منطقه المشجعين، مبسوط؟ مره، فعاليات واشياء زينه، فنانه الحمد لله، كله تمام؟ كله تمام. ايه اكتر لعبه بتحبها بقى؟ ها؟ ايه اكتر لعبه بتحبها؟ كرة القدم. قول لي بقى، مبسوط هنا في الفان زون؟ اكيد مبسوط يعني. تيجي الماتش بقى عشان تلعب كمان في الفان زون، ها؟ بصراحة ايه اكتر لعبة بتحبها؟ فيفا طبعا. فيفا بلاي ستيشن؟ ايوه. مين بيكسب انت ولا اصحابك؟ احيانا انا واحيانا صحابي يعني. عشان قول لي بقى اكتر لعيب في منتخب مصر بتحبه مين؟ محمد صلاح ومصطفى محمد. قول لي بقى ايه اكتر لعبة بتحبها؟ بينج 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 بينج. ايوه ايوه تمام. قول لي بقى مين اللي بيكسب انت ولا اصحابك؟ انا. انت اللي بتكسب؟ ايوه. حلو قوي.